الحوار التاسع مع زيد عبد الوهاب. السلام عليكم. يقف العراق على أعتاب عملية سياسية جديدة تعاد فيها صياغة الأعراف السياسية والدستورية، تبدأ من حكومة الأغلبية وتمر بالمحكمة الاتحادية، وقد تؤسس لسلطات تتحمل المسؤولية. عن دعوة أربيل المفاجئة إلى تأسيس محكمة اتحادية دستورية سنتحدث. قرار المحكمة الاتحادية القاضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان حصر إدارة ملف النفط بالحكومة الاتحادية فقط، رغم أن الدستور ينص صراحة على الإدارة المشتركة للملف. تلقى إقليم كردستان عدم الدستورية وردها على المحكمة الاتحادية معتبرا أن تأسيسها كان مخالفا للنصوص الدستورية. وهنا تتجلى المخاوف، مخاوف الأقلية، أقلية المعارضة السياسية، خوف من إنهاء نظام المحاصصية وإزاحة كتل كانت قوية من المشهد وكل العملية. سيناريوهات حتى الآن ظنية تضعنا أمام أسئلة محورية: ما تداعيات دعوة إقليم كردستان إلى تأسيس محكمة اتحادية جديدة؟ هل تقع المحكمة الاتحادية ضحية قراراتها، يعني راح تدفع الثمن، أم تؤسس الصراعات الراهنة لعملية سياسية مختلفة؟ وبالتالي ما نشهده اليوم هو مخاض. هذه الأسئلة نناقشها في حلقة الليلة من حوار التاسع. الرهان على تفتيت التحالف الثلاثي ليس مدفوعا برغبة الفريق الآخر في المشاركة بتشكيل الحكومة المقبلة فحسب، وإنما مداه يصل إلى قلق حقيقي من قدرة التحالف في مجلس النواب على قلب هيئة النظام السياسي برمته، وهي بداية لإنهاء المحاصصة الشاملة. دعوة رئيس حكومة إقليم كردستان إلى إلغاء المحكمة الاتحادية وإنشاء أخرى وفقا للدستور ليست جديدة، لكنها هذه المرة أكثر جدية، والمباشرة فيه تبدأ من مجلس النواب الذي يمتلك تحالف الأغلبية فيه أقل من ثلثي عدد أعضائه. السير في هذا الاتجاه وفقا لخبراء قانون يتخذ مسارين: الأول بتعديل قانون المحكمة الاتحادية الذي يستدعي أصوات الأغلبية البسيطة، والثاني بإصدار قانون جديد يصوت عليه أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ورحب بضيوفي هذه الحلقة. من بغداد غالب الدعمي باحثا في الشأن السياسي، ومن أربيل محمد زنقنة كاتبا ومحللا وعضوا في الحزب الديمقراطي الكردستاني، ومن بغداد علي الزبيدي عضو الإطار التنسيقي. مرحبا بكم جميعا ضيوفا في هذه الحلقة. إلى أي درجة أستاذ محمد زنقنة كان لأربيل هجمة مرتدة اليوم على المحكمة الاتحادية؟ نعم دكتور، مساء الخير، تحية لك وللضيوف الأعزاء ولكل المشاهدين والزملاء. لا أبدا، هي يعني ليست هجمة مرتدة. لا يمكن أن نعتبر الدولة بأنها مسألة هجوم ودفاع أو مسألة إقصاء وعدم إقصاء. هذه الدولة يجب أن تدار بأي شكل من الأشكال، والجميع عليهم حقوق ولهم واجبات، هذا من جانب. لكن جانب الهجمة المرتدة ممكن تصير في مساحة اللعبة السياسية. نعم دكتور، أنا أقصد الدولة ومؤسسات الدولة والناقص من مؤسسات الدولة وما ينقص الدولة لكي تشرع القوانين وحتى تمشي الدولة وتسير على أساس متين وقوي جدا. الجانب الكردستاني وخصوصا الحزب الديمقراطي الكردستاني من عام 2006 يطالب بتشكيل هذا المجلس، المجلس الاتحادي. هذه المسألة كانت تؤجل مرارا وتكرارا، يعني المجلس الاتحادي مرة أجل بسبب الحرب الطائفية التي كانت موجودة في فترة من الفترات، بعدين أجل
أجلت بسبب حرب الإرهاب والقاعدة واحتلال القاعدة لأجزاء من نينوى، وبعدين داعش، وبعدين الأزمات المالية والاقتصادية وما إلى ذلك. ولكن اليوم عندما تكون هناك محكمة بالاسم اتحادية بين قوسين، هذه المحكمة غير مؤسسة وغير مشرعة على أساس المادة 92 من الدستور العراقي، على أساس يعني ممارسة سلطاتها في إطار الدستور، بالتأكيد سوف يطالب الحكومة أو ستطالب حكومة إقليم كردستان بأن تكون أصلا هذه المحكمة متواجدة قانونيا ودستوريا. إذا اليوم إقليم كردستان عندما يدافع عن حقوقه يدافع عن الحقوق العامة للدستور العراقي والحقوق العامة للشعب العراقي. ما يخالف أستاذ محمد، أستاذ محمد بعد دراسة يعني معذرة، نعم. هذه الدعوة جاءت في ذروة أن يعني هناك مرحلة سياسية معقدة، زخم في قرارات المحكمة الاتحادية. يعني رب سائل يسأل يقول يعني صحيح. أربيل ما ذكرت بأن المحكمة الدستورية محكمة اتحادية غير دستورية إلى اليوم، والمحكمة الاتحادية ما تذكرت أنه قوانين النفط، قانون النفط في إقليم كردستان غير قانوني وغير دستوري إلا بعد 10 سنين. يعني هذه المسألة دكتور تحصيل حاصل، هناك محكمة مسيسة. بالعكس والله في كل الاجتماعات وفي كل اللقاءات وفي كل المباحثات الإقليم طالب بشيئين مهمين جدا، المجلس الاتحادي والمحكمة الاتحادية. يعني هذه المسألة مو جديدة، إذا ما كان الإعلام اتطرق لها وإذا ما كان الإعلام تحدث عنها أو سلط الضوء عليها، فأنا أقول لك وأؤكد لك على الأقل من جانب الحزب الديمقراطي الكردستاني كل لقاءات الرئيس مسعود بارزاني، الرئيس نيتشيرفان بارزاني، كاك مسرور ببغداد مع الأطراف السياسية العراقية كان يتضمن هاتين الفقرتين، المحكمة الاتحادية والمجلس الاتحادي. عندما تكون هناك محكمة اتحادية تلغي عوفة كسة من إقليم كردستان، تلغي لجنة يعني ألقت بأحوال حيتان الفساد في داخل السجن وفي داخل المعتقلات، وتأتي هذه المحكمة الاتحادية وتلغي هذه اللجنة، يعني هاي المسألة ما راح تكون يعني محط سؤال، ما راح تحمل علامات استفهام. لماذا حكومة إقليم كردستان تريثت لهذا اليوم لتعلن هذا الموضوع؟ إذن حكومة إقليم كردستان ما تصرفت بشكل فردي، كانت يستطيع السيد رئيس الوزراء في يوم إصدار هذا القرار من قبل المحكمة الاتحادية بأن قوانين النفط في إقليم كردستان غير دستورية وغير قانونية أن يرد هذا الرد، ولكن هذه المسألة تمادت فيها الحكومة المحكمة الاتحادية العفو. هذه اللجنة عندما ألغيت الحكومة في إقليم كردستان شعرت بأن هذه المحكمة سوف تمتد يوما بعد يوم لتسيس قراراتها ضد أي طرف لا يتواءم ولا يتجاوز الطرف المسيطر عليها. المسألة مو مبيتة من قبل إقليم كردستان، مبيتة من الطرف الآخر. جيد. أستاذ غالب الدعمي مرحبا بك ضيفا من بغداد. ما قانونية ما يتحدث به اليوم الحزب الديمقراطي الكردستاني القيادة السياسية في أربيل عن وضع المحكمة الاتحادية؟ هل هي محقة فيما تقول أنها غير دستورية ونحتاج إلى محكمة اتحادية؟ مرحبا أستاذ. مساء الخير عليك وعلى ضيوفك. يعني أنا رجل أستاذ في الإعلام وليس قانونيا، اسمح لي أتكلم في الجانب السياسي وابتعد عن الجانب القانوني. لكن أنا عندي ملاحظة، هي أنه فعلا كما قال السيد محمد زنقنة هناك قانونان مهمان يجب أن يشرعان، وهما قانون المجلس الاتحادي واللي هذا البرلمان يعطله، لأن إذا جاء المجلس الاتحادي سيأخذ صلاحيات المجلس البرلمان العراقي، وأيضا المحكمة الدستورية التي يختلفون عليها كثيرا بشأن الفقهاء ودورهم. هكذا قرأت مقالة للسيد فائق زيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى وحتى الحوارات السياسية. ولكن في أيام قبل أيام صدر قرار للمحكمة الاتحادية، هي قالت إن قراراتها باتة وملزمة، ولكن صدر قرار يخالف قرار سابق صدر في 2010. جعلنا نتساءل لماذا تم تغيير هذا القرار، وهو فيما يخص الكتلة الأكثر عددا تشكل في الجلسة الأولى. فهي قالت حتى بعد انتخاب الرئيس ولم تعطي مجالا، متى إذا تكون الكتلة الأكبر بعد انتخاب رئيس الوزراء؟ لا أعرف متى، يعني الوقت هذا كان مفتوح. أيضا هناك قضية أخرى، أنا كأستاذ جامعي سمحت المحكمة الاتحادية بالجمع بين الوظيفة الدرجة العليا مدير عام فأعلى وزير رئيس وزراء بالدراسة الدراسات العليا
والوظيفة سمحت بجمع بالعمل معهما جمعهما معا، وهذا مخالف لضوابط التعليم العالي. حينما قدمت نقابة الأكاديميين طعنا للمحكمة الاتحادية، المحكمة الاتحادية لم تنقض هذه المادة تحديدا. يعني هذه وجهة نظري كأستاذ في الجامعة، لكن بشكل أو بآخر تشريع قانون جديد للمجلس الاتحادي وللمحكمة الاتحادية بما أن الدستور أقر هذا الأمر، إذا هو دعوة صحيحة. وأنا أود أعطيك أيضا معلومة أخرى، لكن ما يخالف دكتور غالب، جديدة معذرة، لكن هل هذا يعني المطالبة بمجلس اتحاد وقانون للمحكمة الاتحادية، هل هذا يعني بأن المحكمة الاتحادية غير دستورية من الناحية السياسية؟ خليك من القانون. لا أبدا، من قال أنها غير دستورية؟ بالعكس، هي أربيل تقول اليوم أنها غير دستورية، قرارات جيدة. لا 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 لا، هي دستورية، لا، وفق القانون صوت عليها البرلمان، وكان ضرورة جدا. لولا لم يصوت على التعديل الأخير للمحكمة الاتحادية لما جرت الانتخابات، وهي مطلب من مطالب الشارع، لأن البرلمان يختلفون. شوف، الأحزاب الإسلامية تريد أن يكون للفقهاء دورا أساسيا في عدم تشريع أي قانون بدونهم، ويريدون أصلا حق الفيتو. يعني رجل دين يرتدي العمامة مثلا يعطل كل قرارات الدولة إذا ما لم تأتي بمزاجه، ومن يقول هذا رجل الدين غير لا يحمل أجندة سياسية، وبالتالي تعطل المحكمة. فاضطرار للبرلمان كان بتشريع هذا القانون أو بتعديل قانونها بإضافة عضو آخر أو عضوين خرجوا، يعني يحيلوا إلى التقاعد أو أكملوا سن القانونية، وبالتالي كانوا أمام لا مناص من هذا الإجراء. ولكن اليوم تقول لي أن الدستور نص على مجلس اتحاد ومحكمة دستورية، لابد من تشريع. وهناك حراك، لم أكمل هذه الكلمة، هناك حراك ليس فقط لدى الحزب الديمقراطي، أعتقد في أحزاب أخرى كثيرة وتحالفات، أنهم سيمضون لتشريع قانون المحكمة الاتحادية الجديد. وأيضا هذا مدعوم حتى من بعض المستقلين، لأنهم لا يريدوا للمحاكم العراقية أن تكون تحت التأثير السياسي، وأن تكون متحررة، وأن يكون واجباتها فقط النظر بالقوانين. جيد. إذا كانت هناك فكرة أخرى دكتور غالب، إذا كانت هناك فكرة لتشريع مثل هذا النوع من القوانين فلا بأس، لكن حتى أرجع، تعتقد بأن اختيار القيادة السياسية في أربيل لفتح هذا الموضوع اليوم، هل التوقيت موفق؟ لو تعتقد به مشكلة تثير زوبعة سياسية، تثير أزمة، يعني بالإضافة للأزمات الموجودة، يعني حتى نكون منصفين، أي، إن المحكمة، إن الكرد أو الحزب الديمقراطي تحديدا هو لم يصرح أو لم يتخذ هذا القرار اعتباطا، وإنما ردت فعل على ما حصل. نعم، هو سبق، وأنا سمعت تصريحات سابقة لهم قبل سنوات في هذا المجال، لكن لماذا اليوم؟ لأنه يتناسب تماما أو يتوافق تماما مع القرارات التي تعتقدها كردستان إنها مسيسة، وأنها صادرة ضدها، وأنها تستهدفها، وحتى كتل سياسية أخرى تقول أن قرارات المحكمة أيضا فيها ضغوطات واضحة على المحكمة، بحيث أجبرتها بإصدار قرارات يعني كأنه تسعى لتحقيق التوافق السياسي، وأعطت مجالا واسعا للكتل السياسية، لا سيما بعد إلغاء بعدم قرارها بعدم دستورية إعادة أو رئاسة البرلمان بإعادة فتح الترشيح، لكنها أعطت للبرلمان التصويت، يعني أخذت حق كان مجلس النواب أو الرئاسة تعتقد أنه لها الحق في ذلك، وأعطته للبرلمان، وبالتالي العملية واحدة، سيجتمع مجلس النواب ويصدر قرار جديد في السماح بفتح إعادة الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية مرة أخرى. طيب، وبالتالي العملية تبقى كما هي. أستاذ علي الزبيدي، متوقفة. أستاذ علي الزبيدي، مرحبا بك ضيفا من بغداد. تعليقك أستاذ علي. وبضيفك، مرحبا، وبجميع مشاهدي هذه القناة الكريمة. حياك. أنا أريد أسألك على رأيك بما ذكر اليوم من السيد مسرور بارزاني رئيس إقليم كردستان، لما قال المحكمة الاتحادية يجب أن تكون ملغية وألا تستمر، رئيس وزراء إقليم كردستان السيد مسرور بارزاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أنا أود أن أذكر السيد مسعود بارزاني والسيد مسرور بارزاني والسيد نجربان بارزاني
أن المحكمة الاتحادية كانت صالحة ومحكمة عادلة عندما صدقت على نتائج الانتخابات البرلمانية في 10/10/2020. كانت محكمة ممتازة ومحكمة جيدة، وغردوا جميعا القادة الثلاثة دقيقة دقيقة أستاذ محمد دقيقة على نزاهة هذه المحكمة الانتخابات. معي أستاذ دكتور زيد تسمعني؟ أسمعك بوضوح، تفضل أستاذ علي كمل الفكرة. اليوم أرى أن الهجمة التي أسميتها فعلا هجمة مرتدة، وهجمة مرتدة من ريال مدريد، يعني مو هجمة مرتدة عادية، هجمة مرتدة سريعة جدا. متابع قوي الدوري الإسباني أستاذ علي. لم تناسب أمزج، دعني أعطيني الوقت الكافي، الدقائق الكافية. لك الوقت أستاذ علي، لك الوقت. عندما انتهينا من الانتخابات، وأنت تعلم والعالم والعراق كله يعلم مدى ما صاحب الانتخابات من تزوير ومن فبركات ومن، وعندما صادقت المحكمة الاتحادية على نزاهة الانتخابات، وكان الطرف المظلوم جدا في هذه الانتخابات هو الإطار التنسيقي، وافق برأي المحكمة ولم يطعن في أصل المحكمة أبدا، بل وافق لأنها محكمة اتحادية، وافق على مضض برأي المحكمة. وأرى اليوم ضيفك من أربيل يهاجم المحكمة وكأنها غير دستورية وغير محققة وغير نزيهة، وهذا شأن يعني عندما صادقت على قانون النفط والغاز وقالت أنه يجب أن تكون الثروات للشعب العراقي، كما أن الآن رواتب الإقليم تأتي من نفط البصرة ومن نفط العمار ومن نفط الناصرية، ولا يستلم المركز أي شيء من منافذ الحدودية ومن نفط أربيل ومن كافة المنافع الضرائب من إقليم كردستان، ويدفع للإقليم الميزانية كاملة، تمام رؤساء الوزارات كانوا يدفعون للإقليم. طيب أستاذ علي حتى أرجع لقضية نعم الفكرة أستاذ. أي تفضل، دعني أوصل. تفضل باختصار أرجوك. هذه تأخر قليلا في تسليم الرواتب لإقليم كردستان، وحدث ما حدث من تظاهرات وحدث ما حدث من اعتصامات أمام البرلمان في كردستان. أنا أود أن أوجز فكرة في الحقيقة باختصار للأخوة المشاهدين وللأخوة الحضور الضيوف، وهم أعزاء وكرماء، أننا يجب أن نكون محقين، لا نتصرف بأهواء، نريد أن نبني دولة. جيد، هنا أستاذ علي من هذا المنطلق، من منطلق بناء الدولة، قبل شوية غالب الدعمي قال كلام مهم، أكو نية لتشريع قانون مجلس الاتحاد والمحكمة الدستورية، تعرف هذا الكلام شنو معناها؟ معناه أكو شعور بأن المحكمة الاتحادية بها إشكال، لذلك يراد أن يشرع، أكو توجه سياسي نحو تشريع مثل هذا النوع من القوانين، ألا يؤكد بأن هناك إشكالية دستورية في التعامل مع المحكمة الاتحادية؟ المحكمة الاتحادية لم تتشكل في هذا اليوم ولا في هذه السنة ولا قبل سنة. المحكمة الاتحادية عمرها يربو الآن على أكثر من 15 سنة. فأنا أتوقع، يعني كنا نتوقع من إقليم كردستان ومن الأخوة في إقليم كردستان أن يستجيبوا لحكم المحكمة كما استجاب الأخوة في بغداد وفي الجنوب للمحكمة الاتحادية، وهم متضررين جدا منها. فأنا أود أن يعلم الأخوة أن الأحكام لا تأتي طبقا للأمزجة وطبقا للمصالح. المحكمة عندما تحكم بالحق وعندما يتخاصم طرفان أو حزبان أو كتلتان أو أي من الأطراف في العراق ويلجؤون للمحكمة، يعني أنهم قبلوا بحكم هذه المحكمة أنها تحكم بينهم بالعدل. يعني بمعنى تريد تقول قرارات المحكمة الاتحادية ينبغي أن تحترم بغض النظر عن الأمزجة. بالضبط يا أخي. الآن دول العالم الكبرى بما فيها من حضارات قديمة عمرها 100 سنة و200 سنة، وهذه الدول فيها خصومات كبيرة تكون بعض الأحيان، يلجؤون للقضاء، وعندما يتكلم القضاء يسكت الجميع.
طيب لماذا الان الاخوه في الاقليم المسؤولين في الاقليم يهاجمون اصل تشكيل المحكمه ويجب ان تحل ويجب ان ترمى في القمامه؟ يعني ما يصير هالشكل هذا. ما حد قال ترمى في القمامه بكل الاحوال. يعني قصدي القاء المحكمه وتبديل المحكمه والطعن في اصل المحكمه هو هذا معناه. نعم، أنا في تصوري هو رأي سياسي بكل الأحوال. أستاذ محمد زنقنة، هذه الفكرة يعني تستحق النقاش. المحكمة الاتحادية لما صادقت على النتائج ومشت بإجراءاتها حتى شرعت وأفتت بعدم دستورية تصدير إقليم كردستان، كانت تبارك في كل قراراتها، تشكر في كل التغريدات، لكن بعد هذا الموقف تغير. هذا اللي يقوله الأستاذ علي الزبيد. نعم، يعني بغض النظر عن لغة الحوار وطريقة الوصف وطريقة طرح هذا الموضوع، دكتور أنا اليوم كنت موجود 120 دقيقة وكسر في ترجمة المؤتمر الصحفي للسيد رئيس حكومة إقليم كردستان كلمة بكلمة ولحظة بلحظة، كل شيء كان واضح حول هذا الموضوع. لنبدأ بمسألة الحضارة والدول ذات الحضارة. دكتور، دول ذات الحضارة لا تقطع الرواتب عن شعبها لأي خصومة سياسية ولأي فصال سياسي، هذا أولا. ثانيا، الإقليم يعتاش على نفط البصرة وميسان والجنوب منذ عام 2014 وحتى هذه اللحظة نحن نستلم الفتات من بغداد. هذا الكتاب يوضح من عام 2019 إلى عام 2021 بدون استلام أي مبالغ من الحكومة الاتحادية ما هي المشاريع التي تحققت في الإقليم. طيب ما هي مشاريعك بالبصرة وانت عندك 95% من موازنة العراق؟ أما عن مسألة نتائج الانتخابات وعن قبول بنتائج الانتخابات، عم الناس ما انتخبتكم، الناس ما راحت لصناديق الاقتراع، الناس ما توجهت حتى لما أماكن قريبة من صناديق الاقتراع. إش كم واحد انفصل من عمله بسبب أنه ما راح ينتخب؟ إش كم واحد انقتل من النشطاء اللي قاطعوا الانتخابات، من اللي قاطعوا المسألة برمتها، من اللي صوتوا للمستقلين، من اللي صوتوا للنشطاء؟ إش كم واحد مرشح انقتل؟ إش كم واحد مرشح انسحب وسحب ترشيحه على يعني تحت محمد وطأة التهديد؟ هذه قضية، أرجوك، هذه قضية ثانية، لأنه الجماعة يعني يعتقدون بأن المحكمة الاتحادية ظلمتهم رغم كل الشكاوي والطعون، لكن قبلوا بالنتائج. هو نعم، شكد يقول لك فواجبك أيضا تقبل بالمحكمة وقراراتها. جايك بالكلام دكتور، جايك بالكلام. يعني هذه المسألة جاي اشرح لك مسألة الغبن والغدر اللي على أساس تعرضوا له الأخوة بسبب الانتخابات وبسبب نتائج الانتخابات. لا غدر ولا ظلم، الناس ما انتخبتكم وهاي هي النتائج، والمحكمة الاتحادية أمام حقائق، أمام حقائق ما قدرت تغير وتحرف هذه الحقائق تحت الضغوط السياسية وتحت الضغوط الخارجية، ما رادت تنحرج فمشت الانتخابات، نتائج الانتخابات. وبعدين إيش سوت؟ لغت الكثير من المراكز. عمي مقعدين الحزب الديمقراطي الكردستاني انسلب بسبب قرار من المحكمة الاتحادية. يعني هاي المسألة ليها احنا ما حكينا بها، هاي المسألة حتى لا نعتبرها مسألة شكلية وشخصية، مع أنه احنا رفعنا قضية حول هذا الموضوع والقضية ما زالت مبيتة، يمكن بعد 10 أو 12 سنة تناقش هذه المسألة. إذا نعود ونقول، أنا أكرر وأقول، اللي يقرأ المواد الدستورية 107 109 110 11 12 15 راح يتبين له ما الذي فعله الإقليم وما الذي قدمه الإقليم. نحن على ماذا اعترضنا؟ لم نعترض على مسألة أنه المحكمة الاتحادية حكمت أو لم تحكم، أنه المحكمة الاتحادية أصدرت قرار يخالف الدستور، يخالف المواد التي تخص المسألة التي تتعلق بالإدارة المشتركة. عام 2007 كان هناك اتفاق بأنه خلال 6 أشهر إذا بغداد ما قدرت تشكل قانون أو تصيغ قانون أو تطلع قانون حول هذا الموضوع، تمضي كل الأطراف كل وحدة على حدة ليكون عندها قانون وتتصرف بهذا الموضوع. صدر قانون النفط والغاز. طيب، وبمباركة من محاكم دولية، من محاكم دولية من دول عظمى لها حضارة ولها تاريخ. العفو، تفضل دكتور. معذرة، أنا بس حتى ما أروح بعيد عن الموضوع الحلقة، هناك محكمة اتحادية تعتقد أنها غير دستورية، تعتقد أنها صالحة، تعتقد أنها مسيسة، ينبغي أن تحترم قراراتها. لذلك ربما أنت بهذا الاعتراض وما قيل اليوم جاي تحرج حلفائك في التحالف الثلاثي، ربما هذا الكلام محرج للتيار الصدري. مش عجب ما حسبتوا الحساب. لا أبدا
أبدا أبدا المسألة غير محرجة لأي طرف، لأن هذه المحكمة الاتحادية في طريقها أيضا لاستصدار قرارات راح تضر التيار الصدري وراح تضر بقية الأطراف الغير منضوية في الإطار التنسيقي. عجبا مسألة إلغاء لجنة أبو رغيف، هاي المسألة هاي اللجنة ما كانت من ضمن مطالبات التيار الصدري والسيد مقتدى الصدر شخصيا، ما كانت ضمن مطالبات إلغاء الفساد والقضاء على الفساد الذي تدعو إليه أو يدعو إليه التيار الصدري منذ تأسيسه وحتى هذه اللحظة. لا، المسألة مو محرجة حول هذا الموضوع دكتور. نعم هناك تحالف ثلاثي، نعم هناك تقارب في وجهات النظر، ونعم لم نقل بأننا سوف نرمي قرارات المحكمة أكرم الله وجهكم في القمامة، ولكن نقول أن هناك مسألة قانونية تخص برلمان كردستان. أي شيء ما يأخذ درجة النفاذ من برلمان كردستان فهو لا ينفذ في داخل إقليم كردستان. يعني نقطة معناها قرارات المحكمة الاتحادية مصممين، خليك من هذا، أنتم مصممين على تصدير النفط من إقليم كردستان بعيدا عن بغداد، لا تراجع دكتور. المسألة ليست تصدير، المسألة ليست تصدير، هي عقود استثمارية، عقود استخراج وعقود بيع، تأخذ الشركة تكلفتها والباقي يعود إلى إقليم كردستان 40% من عدة فقط لتمويل الرواتب من لا تشارة. الإقليم ما كان صدر ولا قطرة نفط إلى عام 2014 عندما انقطعت الرواتب، يعني خصومة سياسية تقطع رواتب شعب يعني بالكامل. لا شي يسوي إقليم كردستان منين يوفر الرواتب؟ نعم مستمرين ما راح تتراجعون وبعيدا عن قرارات المحكمة الاتحادية. هذا شنو تداعياته أستاذ غالب الدعمي على المشهد السياسي بصورة عامة؟ المشهد متأزم، حالة كما يصفونها الانسداد السياسي، تعتقد تنعكس يعني تأخذ مساحتها لو الموضوع يمشي لما يسمى رئيس الجمهورية ويسمى رئيس وزراء؟ شوف بس عندي بعض الملاحظات إذا تسمح لي. الملاحظة الأولى على الأخ السيد علي الزبيدي، قال إن على الرغم من التزوير في الانتخابات فإننا قبلنا قرار المحكمة الاتحادية، بمعنى أنهم يطعنون أيضا بالمحكمة الاتحادية. هذا طعن خطير، يعني هم يقولون هناك تزوير ولكننا قبلنا، بمعنى أن المحكمة من وجهة نظرهم لم تكن عادلة، بمعنى أن المحكمة صادقت على نتائج مزورة. أنت قلت هذا الكلام وواضح وعلى الهواء ومسجل. النقطة الأخرى فيما يخص السيد محمد زنقنه، في صبرك أستاذ علي، صبرك وحكومة السيد الكاظمي أعتقد شهريا يستلمون الأخوة في كردستان بحدود 200 مليار 220 مليار و 190 مليار، يزيد قليلا ويقل، ولحد هذا الشهر أعتقد الماضي استلموا هذا المبلغ. 26 شهر استلمنا 12 من 26، ملاحظة يعني الفترة الأخيرة أستاذ محمد استلمتوا. النقطة الثالثة أنه قرار المحكمة الاتحادية راح يلزم البرلمان بتشريع قانون النفط والغاز الذي يعطي العدالة بشكل واضح. وطبعا أتفق مع الأخ محمد، في القانون يقولون أن الحقول المشتركة الجديدة بعد 2003 تكون إدارتها مشتركة. هذا القانون لم يكن واضحا للأسف الشديد أو الدستور العراقي، وبالنتيجة أن الأيام المقبلة أنا يقينا حقيقة في ظرف قد تكون هناك مشكلات كبيرة. المحكمة الاتحادية فاجأت الجميع بقرارات لم تكن محسوبة ومتوقعة، ولكن بالنتيجة واجب احترامها لأن هي محكمة مشرعة وفق القانون، صوت عليه ثلثين البرلمان العراقي بغض النظر عن القرارات كانت تعجب كردستان، تعجب التيار الصدري. أستاذ غالب، أقف عند هذه الجزئية. ما تعتقد بأن المحكمة الاتحادية شوية راحت زايد بقراراتها فيما يتعلق بأن تتغول بمسائل خلافية بين القوى السياسية وليس هي قضايا دستورية؟ يعني على سبيل المثال مسألة أبو رغيف، هذه قضية سياسية ما لها علاقة بالقضايا الدستورية التي من اختصاص المحكمة الاتحادية أن تفسرها. شوف رئيس الوزير والمدير العام وعميد الجامعة له حق بتشكيل لجنة تحقيقية مؤقتة، لكن لجنة أبو رغيف حتى العالم يسمعون أو لا يعلمون، وجدت 4 مليارات و500 دولار مفقودة في صندوق تقاعد الموظفين اللي هم 3 أو 4 شخصيات جدا مهمة فاعلة وتربطهم علاقات وثيقة بجهات سياسية.
هذا المبلغ كما يقال كان يذهب لهذه الجهات، فهذه الجهات لم ترتاح، واعتقد ان سعادتهم بالغاء هذه اللجنه من المحكمه الاتحاديه ربما كسعادتهم بسقوط صدام حسين، لان هاي اللجنه لو مستمره راح تضع ايدها على ملفات خطيره تهز كثير من العروش، حتى في وزاره الصناعه والاستثمار، وزاره التجاره، وزاره الكهرباء اللي اعترف احدهم على مليارات، تصور لقوا بيت 400 الف دولار ما اخذها رشوه، ولقوا 180 ساعه، الساعه الواحده حتى مليون مليونين دولار، هذا مهوس بالساعات. زين هاي اللجان التحقيقيه اللي قامت، هاي الجهود اللي قامت بها لجنه ابو رغيف، وانا اقدر قرار المحكمه الاتحاديه، خلاص هي قررت علينا ان نستمع اليها بما اننا نحترم الدوله وقوانينها. لكن هذه لمن تذهب؟ اليوم صار واجب عمل هاي اللجنه لهيئه النزاهه، سينتقل لهيئه النزاهه، وواجب على الدوله ان تدعم هيئه النزاهه حتى تمارس الدور الذي كانت تمارسه لجنه ابو رغيف. وسبب قرار رئيس الوزراء بالذهاب الى ابو رغيف لان كان ضغوط سياسيه على هيئه النزاهه، حتى تهديدات تصل للموظفين، وانا اتكلم لك وانا كنت موظف سابق فيها هيئه. لذلك اليوم لا اتكلم ولا اقول ان المحكمه تتغول في المشهد السياسي، ولكن هناك من يقول، واليوم قرات لاحد الاساتذه الكرماء في احد الجامعات يقول ان المحكمه الاتحاديه اعطت مجالا واسعا للكتل السياسيه للاتفاق، وهذا بتقديري تصور خاطئ لدور المحكمه، تصور خاطئ، يعني ان المحكمه ليس شانها باعطاء توافقات، ولكن هي تنظر للنصوص، وربما هذه النصوص التي نظرت بها جعلتها تفهم من الآخرين بأنها تعطي مجالا. وأنا طيب. بتقدير بعض القرارات الأخيرة أنا كشخص كثيرا قبلتها وهي مهمة وكان لها دور واسع ومهم، ونأمل من خيمتنا الكبيرة القضاء والمحكمة الاتحادية أن يقنعونا بقراراتهم، وأن تكون قرارات باتة ليس كما صدر في مدحة قرار في زمن السيد مدحت المحمود ونقض الآن. نعم. وهي حقيقة للآن أسأل ولم أحصل على إجابة لماذا هذا القرار نقض، أو لربما أنا على خطأ، أتمنى لا هو يفهمني، يعني تقريبا المحكمة الاتحادية نقضت ليس قرارا واحدا. إذا ترجع إلى قضايا تتعلق بالجلسة الأولى وبقية التفسيرات، فهناك وكأنها أعراف وسنن جديدة تفسرها المحكمة الاتحادية لأول مرة، ولكنها تناقض قرارات سابقة للمحاكم السابقة. أستاذ علي الزبيدي، فكرة وهذا يعطينا أيضا كلام، قد يأتي شخوص آخرين وينقضون القرارات الحالية. طيب، هو هذه حقيقة، هذا الكلام أستاذ علي الزبيدي، هذا الكلام يؤكد فكرة الحاجة إلى محكمة اتحادية تكون بعيدة عن الضغط السياسي، بعيدة عن التأثير السياسي، ولا تمثل حزبيا في داخل أعضائها. هذا يؤكد فكرة أن هذه المؤسسة يعني تعاني بعض الشيء وتتماهى مع الجو السياسي. هذا اللي يتحدثون به الجماعة اليوم في أربيل، شو رأيك به؟ والله الجماعة في أربيل هم أحرار، يعني يتكلموا بما يشاؤون، ونحن لا نكمم أفواه أحد، لكن أود أن أشير إلى نقطتين مهمتين من خلال حديث الأستاذ زنقنة، وهو إعلامي معروف في كردستان، ونحن نوجه تحية لجميع شعبنا وأخوتنا في كردستان، هم أهلنا ونحن منهم وهم منا. نود ان نطرح المساله، الفتات التي تكلم بها السيد زنقنة هي ليست فتات، الامريكان منذ ان فرض الاطار على العراق كانت حصه كردستان 12% على ما اظن، ففي في في وقت الائتلاف الوطني الشيعي والاطار التلسيق الشيعي وقبل الاطار وصلت نسبه اقليم كردستان 17.5%، واعتقد هذا اكثر مما خصصه الامريكان لهم. المساله الثانيه اخي، في مساله قانون النفط والغاز وتصديق المحكمه الاتحاديه، رد المحكمه الاتحاديه
منذ 2017 اقترحت شركة نفط العراق على الأخوة في كردستان أن يجعلوا كما هناك شركة نفط الجنوب وشركة نفط الوسط أن يجعلوا شركة نفط الشمال وتكون تحت نظر وزارة النفط، وهذا أعتقد من صميم قانون الإقليم. أنا لست قانونيا، أنا رجل سياسي أتكلم بما أفهمه في الساحة، فأنا أود على الأخوة في كردستان أن يعني يتريثوا في إصدار الأحكام المسبقة على المحكمة الاتحادية وعلى أخوتهم في الوسط والجنوب. أخي نحن نعيش في مركب واحد، إذا غرق هذا المركب نغرق جميعا، وإذا سار هذا المركب نسير جميعا وننجو. فمن يريد أن يغرق المركب اليوم أيا كان في الوسط وفي الجنوب وفي الشمال سوف يغرق هو أولا. أنا أتمنى على الأخوة أن مسألة المحكمة الاتحادية يجب أن تحترم. وين شفت أستاذ علي زبيدي، بس عفوا للمقاطعة، وين شفت بأن يعني هناك من يحاول أن يغرق هذا المركب؟ في أي موقف، في أي سلوك؟ أستاذي العزيز، الآن عندما يصل الخصام في الإقليم بين الاتحاد والكردستاني والديمقراطي إلى قطيعة أنه بافل بارزاني يتمنى أن يكون جزءاً من الإطار التنسيقي، والرجل يقول أنا بافل طالباني يا معود، طالباني عفوا، فالأستاذ بافل طالباني يقول أنا أتمنى جزءاً وناطق وقولوا عني أنا عضو. وين قال هذا الكلام أستاذ علي زبيدي؟ وين قال هذا الكلام بافل طالباني؟ حقيقة ما سمع هذا الكلام، وين موجود يعني؟ إذا أمكن بس تدلين على المصدر، لأنه الإطار التنسيقي قبل حلقتين كان أحد الضيوف عندي يقول بافل طالباني ما قبل أن يعلن اندماجه مع الإطار في مشروع سياسي، فشلون يقول بافل طالباني أنا أتمنى أكون ناطق باسم الإطار؟ حتى تدري الناس المتابعين بس حتى يفهمون يعني وين موجود هذا الخبر. حقيقة هذا كلام مهم، أريد يعني أطلع عليه. أستاذي العزيز، اليوم لن يخفى على جميع المتابعين السياسيين أن هناك فجوة كبيرة بين الاتحاد وبين الحزب الديمقراطي، وهذا ما أخر تسمية رئيس الجمهورية. نحن لسنا معنيين، إن شاء الله يتفقون ويسمون رئيس الجمهورية، ونتمنى أن يتفق كذلك. يعني عفوا، تقصد أستاذ علي بأن الخلاف ما بين البارتي واليكتي سوف يغرق مركب العراق؟ طبعا، لم أي 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 خلاف، أي خلاف هو ليس في مصلحة الشعب العراقي. تكلم الخلاف ما بين الخلاف ما بين الإطار والتيار يعني أشد خطرا على مركب العراق. أنا أقول جميع الخلافات، أنا أقصد جميع الخلافات يجب أن تنتهي وأن تشكل حكومة وينتخب رئيس جمهورية، لأنه انتخاب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء عادة في العرف السياسي تنتخب باكج واحد، يعني دفع حزمة واحدة. فلذلك نحن الآن مضى على الانتخابات 5 أشهر ولم ترى الحكومة النور، ولم ترى منصب رئيس الجمهورية، ولم نعرف لحد الآن من هو رئيس جمهورية العراق. الحقيقة هذا معيب علينا كسياسيين. وتحمل هذه المسؤولية لأربيل؟ جميع الساسة يتحملونها، جميع الساسة يتحملونها، كل من يشق الصف العراقي يتحمل هذه المسؤولية. الشعب العراقي لا يحتمل، الحقيقة اليوم الشارع العراقي يضج بنقص الخدمات وبالفقر، أستاذ علي. نسبة الفقر أستاذ علي. هذا كلامك يعني عفوا، هذا كلامك عام. جنابك الآن عضو في الإطار التنسيقي، تقدر تحدد لي الجهة التي تهدد مركب العراق ومن يتحمل أزمة تأخر تسمية رئيس الجمهورية؟ قلت عدم اتفاق الحزبين في كردستان وعدم اتفاق الإطار التنسيقي مع التيار الصدري أخر رئاسة الجمهورية وأخر رئاسة الوزراء. ممتاز. وهذا يجب أن ينتهي بأسرع وقت. يجب أن تتحرك المفاوضات والمياه الراكدة بين الحزبين وبين الكتلتين
في بغداد. يجب أن تنتهي هذه الحالة، هذه حالة ليست صحية وليست وطنية. حتى نعم. حتى أخلي الموضوع ضمن السياق، ضمن سياق الحلقة أستاذ محمد زنقنة، نعم. الاعتراض على المحكمة الاتحادية والطعن في دستوريتها وشرعيتها ممكن يعني وفق وجهة نظر علي الزبيدي أيضا يوضع في سياق محاولة تعويق مركب العراق ويعرض للإغراق. هذه مؤسسة دستورية عليا مهمتها الفصل في الخلافات، ينبغي أن تحترم قراراتها. عطفا على مشكلة أربيل والسليماني، نعم دكتور، بدءا من مشكلة أربيل والسليمانية والاتحاد الوطني للحزب الديمقراطي الكردستاني، طبعا أنا أيضا لم أسمع أنه كاك بافل قال أنه أني متحدث باسم الإطار التنسيقي وأنا عضو في الإطار التنسيقي، وخصوصا أنه على فكرة الأستاذ بافل هو ابن عمي، يعني هم من عشيرة الزنقنة، وأنا مون علي إذا أسأل كاك بافل هل أنت قلت هذا الكلام أم لا، يعني هو الأجدر بالرد على هذا الكلام. لحظة أستاذ علي، أني ما قاطعتك، الله يخليك، الله يخليك ما قاطعتك، هذا أولا. ثانيا فيما يخص باتهام الشعب في إقليم كردستان لإخوتهم في الوسط والجنوب، أعتقد الأستاذ علي مو غريب وأكيد زاير أربيل لأكثر من مرة، أتمنى بس يشوف الأهل اللي هاربين من البصرة ومن جنوب العراق ومحتمين في إقليم كردستان بسبب الممارسات السياسية التي تمارس ضدهم والممارسات الإجرامية بين قوسين، حتى لا يتهمنا الأستاذ علي بأننا نتهم ونفعل. فيما يتعلق بشركة النفط، نعم كان هناك مشروع شركة باسم كومو، شركة نفط تابعة لإقليم كردستان تؤسس ضمن السياقات الدستورية وضمن السياقات القانونية المشرعة من قبل مجلس النواب العراقي وبالتنسيق مع الحكومة العراقية. هاي المسألة بلشنا بها تقريبا في نهايات 2012 وبدايات 2013 تقريبا ويا الانتخابات، لكن بعدين صارت هناك يعني خلافات سياسية، واليوم في هذا المؤتمر الصحفي اللي عقده دولة الرئيس مسرور بارزاني أوضح بأنه كان أيضا هناك مشروع لعوائد النفط والغاز، صندوق خاص بعائدات النفط والغاز، هناك أطراف سياسية لم يسميها السيد مسرور بارزاني اعترضت على هذا المشروع وعطلت هذا المشروع، اجت سالفة داعش وما بعد داعش وحول هذا الموضوع تأخر، هذه المسألة تأخرت وإلا المشروع قائم وموجود. فيما يخص مسألة ميزانية إقليم كردستان من عام 1991 إلى 2003، خلي نقول مثلا 12 أو 12.5%، معقول لحد 2003 ما زادت النسبة حتى توصل إلى 17% النسبة السكانية لإقليم كردستان؟ بعدين هذه النسبة على أساس اتفقنا أنه تكون 17%، أكثر شيء وصل لإقليم كردستان لم يتعدى 10%، وال10% كانت تستقطع من عنده ضرائب كثيرة جدا، لم يبقى منها الصافي إلا 50% كان يوصل لإقليم كردستان، وكل هذه المسائل مثبتة ببيانات جايك والله دكتور، جايك بالكلام، كلامك مهم والله أستاذ محمد، أعتذر جدا سامحني، كلامك مهم لكن أنا ما أريد أخرج يعني كثيرا عن السياق الجاي الناقشة. أدري هذا لكن لازم فتح أوضح، لازم ماشي ماشي. أوضح دكتور ماشي. هاي النقاط والله صحيح، لكن فتح هذا الملف الآن في ذروة أن هناك أزمة يعرض مركب العراق للخطر، هذه فلسفة علي الزبيدي في قراءة طيب. الموضوع حلو حلو حلو، فلا تتحملون ملف مبين، لا تتحملون هذه المسؤولية يعني. لا تتحملون هذه المسؤولية في أربي فتح مسألة مبيتة منذ 10 سنين، هاي ما راح يعرض المركب للخطر؟ قطع رواتب إقليم كردستان من أكثر من 8 سنين، ما عرض مركب العراق للخطر؟ التواطؤ في اقتراب داعش من إقليم كردستان وكان على وشك أن يدخل إلى أربيل بتواطؤ من أطراف سياسية عسكرية واضحة، ولا تحشوا لي بسنجار وش صار بسنجار، هذه المسائل أيضا ملفاتها وأدلتها موجودة لدى المحاكم العسكرية، ويجي يوم راح ينبت فيها وروس كبيرة بشكل غير مباشر، جاي تتهم بغداد بشكل غير مباشر في هذا الجزئية. اتهام أو غير يعني مباشر أو غير مباشر، هذه المسألة واضحة دكتور، وهذا كلام خطير والله يا أستاذ محمد، مثبتة في نعم 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 نعم، خطير أو مو خطير، تواطؤ واضح جدا من جهات داخلية وخارجية من داخل العراق وخارج العراق، يعني ما راح أسميها بالأسامي لأن هاي المسألة منوطة بالقضاء العسكري، وراح يجي يوم القضاء العسكري راح يفتح هذا الملف، لكن القصد هاي المسائل كلها ما أغرقت السفينة العراقية المركب العراقي، وجدت خلافات البارتي واليكتي هي التي أغرقت، ومسألة يعني البت في قرارات المحكمة الاتحادية والمحكمة الدستورية
الدستورية أو مهما كان اسمها على رأسي. هذه المسألة هي اللي راح تغرق العراق وراح تغرق مركب العراق. هذه المسائل دكتور يجب أن لا تؤخذ بانتقائية. طيب الاعتراض على نتائج الانتخابات مهما كانت مزورة أو غير مزورة، طيب راحت وإجت وأخرت من السياقات الدستورية، تأخير السياقات الدستورية لرئاسة الجمهورية. نعم أنا أؤيد السيد علي لما قال أنه الكل يتحملون المسؤولية، أنا هم أقول الكل يتحمل المسؤولية، لكن من بنسبة أكبر؟ من الذي يعرقل؟ من الذي يضع العراقيل أمام هذا الموضوع؟ يعني من 7 شباط كان لازم إحنا عندنا رئيس جمهورية، ليش ما صار؟ أما في جزئية بسيطة فيما يتعلق بالخلاف بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني، فأنا أؤكد وأقول أنه اجتماع واحد بين الطرفين بعد انتهاء المعمعة السياسية المتعلقة برئاسة الجمهورية راح ترجع المسائل إلى مجاريها، إلى مجاريها. لا توجد قطيعة سياسية بين الديمقراطي والاتحاد. وقد شهدت ذلك يعني مشكلة 2018 على الأقل. أستاذ غالب الدعمي، بالضبط، حتى أرجع للمحكمة الاتحادية، هذا الـ يعني مثل صارت عبارة عن متتالية من الشكاوى من الطعون، فتتعامل معها المحكمة الاتحادية فتؤخر كل السياقات الدستورية. شنو مديات استمرار مثل هذه المشاكسة السياسية كما يقال في أن تستمر هذه الأزمات؟ يعني حتى ما ممكن نشوف رئاسة حكومة باعتبار أن سياق الشكاوى راح يستمر والطعون. هو حق التقاضي والترافع أمام المحكمة حق مشروع كفله الدستور العراقي، حتى أنا وأنت من حقنا نروح نذهب نترافع أمام المحكمة الاتحادية ونقدم الدعاوي، لكن بعض الدعاوي ينظر بها بشكل سريع وبعضها يتأخر بحسب أهميتها كما يبدو لاستمرار العملية السياسية. وأنا شخصيا كثيرا ما يعني أؤيد أن تكون لدينا محكمة اتحادية قوية، ولكن في الوقت نفسه أن تقنع الناس والرأي العام بقراراتها وكيف صدورها. بعض الأمور حقيقة يعني تكون غير واضحة لنا نحن كمراقبين كأساتذة جامعيين، نحتاج إلى توضيح من هذه المحكمة. ولكن بشكل بآخر أنا أقول اليد التي تقطع في الحق ليست عظماء، لذلك القانون الفتوى التي تصدرها والقرارات التي تصدر من المحكمة الاتحادية واجب احترامها وتقديرها. ولكن بشكل بآخر الجهات التي تريد أن تحدد شكل النظام على مزاجها هي من تذهب كثيرا إلى المحكمة الاتحادية. يعني اليوم هناك جهات تريد الأغلبية التي تعتقد من ذهابها للأغلبية حتى تجعل الناس يتحملوا أو حتى تتحمل جهة سياسية واحدة الخلل الذي سيحدث، وهناك جهات سياسية لم تحصل على الأصوات التي تؤهلها لتشكل الحكومة تمسكت بطرح جديد إنه التوافقية، أو عكس ما طرحت سابقا في قبل الانتخابات إنها كانت تريد الأغلبية، كانت تظن أنها ستحصل على الأصوات الأكثر ولكن لم تحصل على الأصوات، لذلك تمسكت بالتوافقية. وهذا السر الذي يجعلنا اليوم متأخرين في تشكيل حكومة هو هذا الحراك أو الصراع بين هاتين الجهتين، بين من يريد أن يذهب للأغلبية وبين من يريد أن يذهب للتوافقية. دكتور غالب، يعني ما معقولة المحكمة الاتحادية راح تظل تستلم شكاوى وطعون، وكل شكوى وكل طعن يأخذ النظر به 10 أيام و15 يوم، إيش وقت تشكل الحكومة؟ يعني عفوا المحكمة الاتحادية ألا تراعي مثل هذا النوع من التعطيل وتداعياته على المدد الدستورية؟ شوف عندنا مثل بالجنوب يقول جيب ليل وخذ عتابة، يعني تعرفه معنى العتابة شنو؟ إن شاء الله تنطلع. فيبدو الكتل السياسية لا يهمها أن تستقر الأوضاع، همها الوحيد أن يكون لها وزراء ومسؤولون، وهؤلاء الوزراء حاجتهم إلى لأنهم يكونون تومين لهذه الأحزاب حتى تستمر ديمومتها وسلطتها وعملها. وإلا لماذا هذا الصراع؟ إذا كان الصراع على الشعب كان خدمة الشعب. هذه محافظاتنا الجنوبية اللي تصدر نفط وغاز وكبريت وفوسفات، روح شوف حالها والله بائسة جدا. خل آخذ رأي علي الزبيدي بهذا الكلام. السالفة مو سالفة حقوق ولا استحقاقات دستورية ولا قانونية، المسألة وزارات تنتهي باستحصال الوزارات. أستاذ علي الزبيدي،
أخي دكتور زيد، أنت رجل مهذب ورجل فاهم الأمور. في النظام البرلماني، في النظام البرلماني هناك استحقاقات انتخابية، كل كتلة حسب مقاعدها في البرلمان. هذا مسألة أنه الصراع هو على الكراسي وعلى الوزراء. طيب يعني أنا أسأل الدكتور وأسأل الأخ، يعني إذا كان المسألة مسألة كراسي ووزراء، زين احنا شو مسوي الانتخابات ورايحين للانتخابات وجايبين حلو مفوضية أخذت 800 مليار ما أعرف قد المبلغ اللي استوفته من أموال الشعب. إذا ماكو انتخابات نجيب وزراء، مثلا نسمي وزراء ونحطهم بدون انتخابات ومريض برلمان. الموضوع مو هالشكل، الموضوع النظام الرئاسي له حيثياته وشكله، النظام الملكي له حيثياته، النظام البرلماني له جيد حيثياته. هذا كلام أروع ما يكون أستاذ علي. هذا النظام الديمقراطي البرلماني يخلي ناس تقعد بالمعارضة وناس تقعد في الموالاة لتحكم. الإطار التنسيقي لماذا لا يقبل بهذه المعادلة حتى نخلص من هذه المشاكسة، تشكل حكومة وتمشي سفينة البلد حتى لا تغرق؟ دكتور زيد، نحن دعونا إلى مسألة المعارضة. المعارضة لا يجب أن تكون على مكون واحد، المعارضة يجب أن يكون فيها من المكونات الثلاثة الكبرى. إذا كانت المعارضة فيها موجودين أستاذ علي، موجودين هسه راح أقول لك، لا هسه راح أقول لك يلا أنا محق. حضرت وقت للأخوة يتكلموا بكل سرور، بكل سرور. فلا أبدا، يعني تظلم وقتي أبدا. تفضل. إذا كان هناك عدالة، ونحن أنا يعلم الأخوة أو لا يعلم، عشت في أوروبا 30 سنة في بريطانيا تحديدا، وكان هناك قادة في العراق اليوم هم عايشوا في بريطانيا. المعارضة تشكل جميع رئاسة اللجان البرلمانية وتشكل حكومة في الظل. عندما تخفق الحكومة في أي مسار تدعو المعارضة إلى، بس لا تريد تجيب التجربة البريطانية على التجربة العراقية. أستاذ علي زبيدي الله يخليك، لا تظلم أحد، الله يخليك لا تظلم أحد. نحن حديثين تجربة بالديمقراطية. اي هسه مضبوط. نحن حديثين تجربة بالديمقراطية. فأنا أقول من يريد أن يذهب إلى المعارضة نحن نذهب للمعارضة، ويجب أن تكون المعارضة مكون كامل كما هي الموالاة. فإذا لم تكن كذلك هذا لا هي كذلك. أستاذ علي آسف جدا على مقاطعتك، لكن هي صدقا هي كذلك. بافل طالباني واليكتي حلفاء لكم، يعني إذا أنت تقول بافل طالباني ناطق باسمنا، معناه وياكم بالمعارضة، تحالف عزم مثنى السامرائي وربعة وياكم بالمعارضة، ممتاز الكل ممثل، هذا كلام حلو. نحن لا نخاف من المعارضة. المعارضة إذا كانت بالشكل القانوني أهلا ومرحبا. المعارضة اختيارية وليست إجبارية، لا توجد هناك معارضة إجبارية. المعارضة ليست بالإقصاء، المعارضة بالاختيار يا سيدي. فمن أراد المعارضة يذهب للمعارضة باختياره. ليش ما تختاروها حتى مركب العراق لا يغرق أستاذ علي؟ حتى أكتب إن شاء الله نختار المعارضة عندما تكون المعارضة قانونية ويذهب لها الأخوة من الكرد ومن السنة، ونحن نرحب بالمعارضة. أنا أعطيك أكثر من هذا، هناك كلام في الإطار التنسيقي يدعو للمقاطعة، هذه بعد أقوى من المعارضة. المقاطعة العملية السياسية أصلاً، يعني ما تأخذون وزارات، ما يردون لا وزارات ولا يردون مشاركة في الحكومة أبداً. وهذا شو وقت نشوف هذا القرار؟ هذا القرار موجود، ولكن هذا لا يعجب الأخوة الشركاء في العملية السياسية. منهم يعجبهم؟ أنت تدري هذا القرار، والله يا أستاذ علي هذا القرار يختصر الطريق، رأسا راح تطلع حكومة وينتخب رئيس وزراء إذا مشى هذا السيناريو. لكن فيه مصلحة، كم يكون عمر فيه الحكومة. مصلحة البلد. دكتور زيد الحكومة التي تقوم برجل واحدة كم تستمر؟ هذا كلام حلو. هاي مشكلتهم، مشكلة من سيشكل حكومة.
إذا هذه الحكومة طلعت ضعيفة خلوها تسقط، عليش خايفين عليها؟ لا عنها ما تشكلها. أستاذي أنا قلت لك اللي يهم اليوم الإنسان المخلص الوطني يهم أن يبنى وطنه، مو يهم أن يأخذ مقعد أو مقعدين في البرلمان. نحن ذهبت من عندنا عشرات المقاعد ولن نبالي، عشرات المقاعد ذهبت زين. ومئات آلاف المقاعد ذهبت. شكرا جزيلا أستاذ علي الزبيدي، وأشكر محمد زنقنة، وأشكر غالب الدعمي، ضيوف هذه الحلقة من حوار التاسعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.